من اكتر الحاجات اللي بتعيق حل المشكلة ان انت ما تعرفش هي بدأت منين. اسف، من اكتر الحاجات اللي بتعيق حل المشكلة ان انت ما تعرفش هي بدأت منين ومين اللي متحكم فيها. كم واحد ليه سلطة في المخطط ده؟ مين رئيسهم؟ لو كبيرهم وقع، التنظيمات دي كلها هتقع ولا هيكملوا؟ ولا أنا؟ هو أنا كنت مكتفي بإني ألاقي حل مشكلة لأهل قريتي الأول. أنا كريم، كريم اللي اتولدت لقيت نفسي وسط أمي وأبويا، مشكتش لحظة إن في حاجة غريبة في حياتي اللي أنا عشتها سنين دي. احنا كان مغسول عقولنا بحكاية إن الدمار واللعنات في القرية بدأت من قصة حب، لأن أصلا ده كان قرار تعجيلي للمخطط. ضياء قال لي على كل اللي حصل وبيحصل، بس مش ده كل حاجة. حاجات كتيرة كانت أسرار وتفضل إنها تفضل أسرار لحد الوقت اللي أنا واثق إن المعلومات دي ممكن تفيد. رغم إن العيلتين ليهم نفس الهدف ومن نفس الطوائف، بس قصة الحب دي اللي كادت إنها تفشل مخططهم. فكروا إنهم قبل ما يدمروا عائلات بعض إنهم ياخدوا القرية معاهم. حتى ولو كان حرب العيلتين ضد بعض، ده كان المفروض يكون في صالحنا أصلا. كان نقص ذكاء منهم بتوسيع نطاق اللعنة لأعمق مساحة ممكنة لحد ما استولوا على القرية كلها. المخطط الحقيقي اللي كان ممكن يحول اللعنة لأضعاف اللي احنا فيه دلوقتي بتعاون العيلتين وتكوين سحر يمنع نسل الخليفة للبشر. بشر بدون نسل. أول حاجة ممكن تعيقهم وياخدوا الخطوة التانية، وهي التقليل في عددهم. كانوا هيشتغلوا على السحر ده بصفتهم أقوى السحرة وتدخل شهاب وملك منع العملية دي. معكوس معنى اللي كانوا فاهمينه أهل القرية والتفاصيل الحقيقية المخيفة لحد دلوقتي والمخفية. بيحاولوا فعلا يجمعوا سحرة من تاني وينتجوا النوع ده من السحر زي المركب الكيميائي. المركب ده عشان ينتجوه لازم يستعينوا بكذا فصيلة من الكيانات السفلية، معينين كمان بناء على طلب السحرة. إذا كنت فاكر إن كل دي هي التفاصيل اللي أنت محتاج تعرفها، فأنا أعتبر لسه ما بدأتش. أبويا وأمي بيعاملوني كأني ابنهم وإني واحد منهم. كانت الخدعة البيضة أو الكدبة البيضة زي اللي أنا أطلقت عليها المصطلح ده، بس بحس إني مش طبيعي وإن دمي مش بيحمل أي صفات وراثية لا من أمي ولا أبويا. وده اللي حصل بعد ما ماتوا. إزاي كنت مخدوع الخدعة البيضة دي السنين دي كلها؟ إزاي يكون عندي قدرة سحرية في إني أبعد الشر عن جسمي وأكون إنسان طبيعي؟ حاجة زي دي وأنا صغير كنت أهبل ومش مهتم بيها، بس كانت موجودة فعلا وأنا بجهلها. إزاي طول الوقت مش مدرك إن مفيش حاجة تقدر تلمس جسمي من الشر؟ من وأنا طفل وأي حد كان بيتنمر عليا وبيحاول يلمس جزء من جلدي كان بيتكهرب وفي منهم اللي أغمى عليه. إزاي معرفش إن مفيش أي كيان أو روح شريرة تقدر تلمس جسمي؟ حتى بعد ما طارق جه وزارني وكل الأحداث اللي حصلت، كيان كمال ليه ما لمسنيش وظهر لكله ولمسه ما عدا انا، كان المنشاري اللي قتل كل عيلتي باستثنائي. ليه مفيش كيان كان بيقرب مني ويلمسني حتى عشان يقتلني، او حتى لو مش عشان يقتلني؟ انا يعتبر كانت قدراتي منعاني اموت او عندي قدرات ضد الموت. معرفش ايه ده ومعناه ايه ده، بس الاكيد لي ان في حاجه غلط كانت فيا. بما ان كان عندي قدرات غريبه بتمنعني من الموت وان اي حد يقرب مني بعد موتهم، رحت قصر كمال واثق ان الكلام اللي بيتقال عنه بموت اي حد يدخله بالنسبة لي خرافة. تأكد ان الوحيد اللي هدخل واخرج منه عايش. تقدر تقول كنت داخل اختبر هموت ولا لا، او داخل اشوف حل يخلص القرية كلها بمعنى اصح. دايما في حد بيكلمني بيقول لي انه المسؤول عن حمايتي. مفهمتش، بس بعد فترة طويلة عرفت انه السبب الرئيسي في عدم موتي كان بيني وبين القصر متر واحد. بفكر ادخل ولا لأ،
عايز اعرف ايه اللي ممكن يكون جوه. لحد امتى هنفضل نخاف مع اننا كده كده ميتين؟ بس عن نفسي دليل قدرتي في اني ما متش دفعني للقصر. كل الناس كانت مصدومة بس انا مكمل وعارف اني هدخل عشان اجيب حق عيلتي او حتى زي عيلتي، ويا ريتهم كانوا عيلتي الحقيقية. الدافع الاكبر اللي جرني للمكان ده هو انقاذ اكبر عدد منهم، حتى لو هنقذ اهل القرية، لو مش هقدر انقذ العالم كله على الاقل. فتحت الباب ودخلت وتفقدت المكان. القصر كله اعتم من القرية، بس كنت لا زلت بشوف تطاريس كتيرة ومميزة موجودة في القصر لرقم السبعة. في اعتقادي اني الاقي كتاب، مخطوطة، تعزيمة، تعويذة، او اي حاجة تفك اللعنة اللي على القرية، بس مفيش. قصر عادي جدا، مفيش اي حاجة تدعي للخوف، او يمكن هما اللي خايفين يظهروا لي، مش عارف. بس الكنز اللي لقيته كان أغلى من أي كتاب، هو اللي عرفني أصلي وكل حاجة. كانت أكيد جثة كمال بنص جسمه المرمي في أوضة في القصر، حاجة أقيم من كده. قربت منه، واللي كان مكاني كان أكيد قلبه هيطلع من جسمه، وأنا كنت مستقر مكاني بفكر إيه اللي هو مخبيه. لحسن حظي لقيت حاجة بارزة في جيبه، طلعتها. كان كتيب صغير بحجم كف الايد تقريبا، فتحته وتعمقت في بحر من الاسرار. طائفة السحر، مورثين لعنة الانقراض، العقود النبيلة والتعاون المنبوذ. تعاون عائلة كمال والعمار لإنتاج لعنة فقد النسل. العقود النبيلة هو التحالف مع التنظيم العالمي لتحقيق بناء مجتمع جديد بتعاون السحرة والكائنات مع البشر لتدمير تلت البشرية لاستكمال بناء المجتمع الجديد. قتل البشر عديمو القيمة، قتل رافضين العهد الجديد، ملك أخت كريم ابن الكمال، البحث عن كريم وإعادة تأهيله أو قتله. نزل الدمع من عيني، نزل الدمع من عيني بعد ما فهمت كل حاجة. تكملة المذكرة كان مكتوب بخط تاني وكلام تاني. كان مصطفى أخو كريم وملك. لما عرف إن كريم هيتولد، رغم إن كان مصطفى معاهم وفي طريقهم، بس صعب عليه كريم. كان معارض لفكرة إن حد من عيلته يموت، عشان كده راح للتنظيم وكان عضو منهم، وطلب انه يحضر الكيان الدرع الابدي على كريم، واتقبل فعلا. وبيتقال ان سبب القبول ده ان الكيان الاعظم عندهم والمحور بتاع الجحيم السادس وافق، ولان العيلة دي كانت مهمة بالنسبة لهم، واي مطلب هينفذوه علشان ينجحوا في تنفيذ لعنة محو النسل. لما العيلة عرفت استجوبوا مصطفى، وقال انه عمل كده عشان يحميه ومش هتلاقوه. حرقوا مصطفى ورموه في بيته، وجثته فضلت لحد وقت كتابة الكلام ده، واعتقدوا ان جثته دي نتيجة الحرب بين العيلتين. مش دي نهاية المذكرة لسه، الاسرار الوفيرة اللي اتثبت لي معرفش من مين بالظبط، والاجابة بعد ما خلصت المذكرة. واللي كان مكتوب الاتي بالظبط: هتولد بسطت لما عرفت الاسرار كلها. يمكن سبب وصولك للمذكرة ان انت كقارئ هو نتيجة معرفتي لكل ده، ووعي في لعنات كتيرة، منها ان كل اللي بحبهم بيموتوا وبيهربوا. انا قاعد مكاني بتفرج متأسف. يا طارق، لو اللعنة اللي انا هجيبك ليها دي ممكن تأذيك، بس ما كانش عندي حل تاني، خصوصا ان اللعنات دي لازم نهايتها تكون على ايد واحد من بره القرية. مستنيين الشخص المنتظر اللي هيدخل يخلصنا من كل ده. بعتذر لك بجد يا طارق، انا مش مبسوط انك هتتأذي مع علمي ان اللعنة كده ما انتهتش. ما عارف ان مصيرك ترجع تاني ومعاك الحل النهائي. يمكن قبل ما احرق نفسي
هعرفك كل حاجة عجزت عن قولها ليك في الأول. الكلام ده رغم انه هيأذيك عشان كده مقلتهوش ليك، ولو اتأذيت او سواء لقيت الحل اديني بقولك الكلام ده وخلاص. من الواضح ان محو النسل ما كانش الحاجة الوحيدة المخطط ليها. مع هروب باقي الشياطين المنبوذين زمان نزل منهم شياطين، وبالتحديد شيطانين، ليليث شمادي. الاتنين دول شياطين منبوذة ظهرت قبل قيام الحضارات، بدأت تتعايش معاها لحد ما بدأت الأساطير الفرعونية تتكلم عنهم وبتسميتهم أم الشياطين. ومن هنا دول كانوا عايزين يقوموا بعمل التنظيم العالمي ده. فكروا بالجواز من الإنسيين وإنتاج سلالة الشياطين المتجسدة في أقنعة البشر، وده اللي اتحقق بالفعل. وبينا أفراد كتيرة من نسل الشيطان وإحنا منعرفش. على سبيل المثال عيلة العمار وكمال، عبد الله سالم أبو ضياء، إيمانويل ماركس، السحر القديم أليستر كراولي اللي سرق كتاب العزيف من الفاتيكان، كل دول فروع للنسل الشيطاني وخطة الشيطانة اللي اتحققت فعلا، والمؤسسين والمشرفين على نظام من النسل الشيطاني، استبدال نسل البشر بالشياطين او حتى على الاقل التخلص من جزء كبير منهم. ده فعلا اللي حصل واللي بيحصل واللي هيحصل. نفسك كمستمع او قارئ بتتعرض للنوع ده من المخططات في زمنك بفقدانك حد بتحبه سواء بمرض او لعنة. انا مش هستنى لحد المبتغى ده ما يحصل، لاني حتى وانا عندي كيان يحميني انا مش عايز اعيش في زمن بينتهي فيه النسل البشري. عشان كده انا استدعيت اللي فيهم الامل انهم يمنعوا النسل ده من التحكم. وعارف ان محدش هيقتلني بسبب اللعنة اللي عليا، عشان كده هروح وانتحر مع نفسي وسط الحريق جنب كيان كمال. بكتب لك اخر كلماتي وانا عارف انك لو رجعت تزورني او تتأكد من اني عايش ولا مت يبقى اختياري كان صح. عيلتي الحقيقية وعرقي اللي بيعود لجنس الشياطين لازم يتم ابادته باستثناء المسالم منهم واللي بيغلب العرق البشري عن العرق الشيطاني فيهم، كريم العمار. طيب انا كطارق دلوقتي خليني اتكلم شوية، خليني افكر شوية. بس نسل شيطاني، وطول الوقت ده ما استنتجتش ان القدرة اللي عند ضياء دي مش من الطبيعي تبقى فيه كده. ابو المؤسس من المؤسسين اللي نقلوا دم الشياطين في اجسامهم، وضياء واحد منهم. شهاب اللي من عيلة العمار، كريم اللي من عيلة كمال، واخو ملك، كل دول من نسل الشياطين وانا معرفش. دي حقيقة بس كانت صادمة شوية، يعني من المستحيل انها تدخل مخي بالسهولة دي. التخفي الكبير ده ما كانش في التنظيمات انما كان في النسل نفسه. خدعة كبيرة اني يعني فاكر نفسي عرفت كل حاجة عنهم. دي اقرب مني وحط ايده على كتفي وقال لي عادي، احنا من نفس النسل بس كلنا معاكوا كبشر، مش هنسمح ان الباقي من جنسنا يبيدكوا. احنا المسالمين التلاتة من الجنس الشيطاني، انا وكريم وشهاب. مكنتش اعرف ان كلام ابويا الملعون ده صح واني مش انسان، كنت مفكره بيهزر بس كل حاجة وضحت لي فعلا. احنا معاك يا طارق، وكل واحد عايز ينقذ اللي جاي عشانه. مراتي اللي من البشر وبنتي اللي بقت دلوقتي واحدة من النسل، المستقبل لما يطلع والدنيا تروق شوية ونرجع بيهم يا طارق، وانا هبدأ اعلم بنتي انها تكون مسالمة هي كمان. احنا مش هنسيب سبب تواجد نسلهم موجود، عشان كده قوتهم هتتدهور لو اتقلب افراد من النسل على بعض. احنا مختارين بدقة يا طارق في العملية دي ومش عايزين نفشل نهائيا. قلت له انا كطارق وقتها، طب ثواني، في حاجات كتير مش مفهومة بالنسبة لي.
لو العيلتين وكل دول من النسل، مع العلم ان اجسام الشياطين اللي بتموت في العالم بتاعنا ارواحهم متسجل في الجحيم السادس، ودليله اني شفت كمال جوه الجحيم السادس. طب ازاي شفت كمال بس وما شفتش باقي العيلة؟ ازاي العمار وباقي العيلة الملعونة ما دخلتش الجحيم السادس معاهم وشفت العمار هنا؟ ضياء اتكلم وقال لي يعني انت فكر شوية وهتلاقي ان اللعنة لسه ما انتهتش، يبقى ازاي هيبقوا هناك؟ لعنة كمال انتهت عشان كده مات كليا، بينما بقية العيلة زي العمار مثلا لعنته ما انتهتش، ولما مات جسمه بس اللي مات، اما شيطانة في البرزخ بتتابع وبتدي الاوامر للتنظيم. يبقى العمار لما انتحر من الاساس انتحر عشان تنتحر قوته الكاملة ويتحول لشيطان، يعني موت العمار ده خلاه اقوى ويتحرر لشيطانة، بدل ما كان كمال هيقتله بلعنة المنشاري ويموت نهائيا ويتم ارساله للجحيم السادس. قلت له ثواني، انت تقصد تقول الشياطين جسمها لما بيموت بتتحرر وبينتهوا من العرق البشري وبيبقى شيطان كامل؟ لو ده صح يبقى كريم انتحر لنفس السبب. بس كريم المفروض انتحر عشان يساعدنا. ثواني، لو نظريتي دي تكون صح يبقى فعلا كريم بيساعدنا وعمل ضربة للنظام كله بالاسرار اللي ممكن يعرفها. كنت عارف ان كريم عمره ما هيسيبنا. اتكلم دياو وقال لي ممكن، ممكن جدا كمان. شاركنا شهاب الحوار ده وقال انا لسه مش قادر اتحمل الصدمة، بس هنعمل ايه؟ هنضمن منين ان اهاليكم يرجعوا برضو؟ انا مش فاهم. قلت له انا هعرف الاقي حل، بس خلينا نضم التنظيم بتاعنا احنا الاول ونوحد القرية عشان تكون ضمن خطتي اللي بفكر فيها. اتفقنا كلنا وخرجنا برا نقعد شوية على القهوة ونرفه عن نفسنا يعني المفروض، ونسيت ان القهوة دي بيقعد عليها الكيان الزبالة اللي اسمه ايمان والزفت. وعدى من جنبي قبل ما يمشي بصلي وزي ما يكون بيقول في دماغه وفكر في اللي اتفقنا عليه. افتكرت لما كنا قاعدين وضحك لما قلت له انه من عبيد الشياطين، وقال لي انه اكبر من كده بكتير. كان بيلمح لي انه شيطان كامل الوقت ده كله وما كنتش عارف. قدامي 4 ايام بس وعمل معاه العقد او مراتي وابني يضيعوا، وفي نفس الوقت عايز ادور على حل تاني. قرب واحد انا عارفه وشفته في قعدة العيلة دي وقال لي ازيك يا طارق باشا وازيكوا يا رجالة. قلت له انت مين بقى يا عم في العيلة دي كلها؟ انت مين انت كمان؟ قال لي انا معاذ ابن عم سعد ابن جلال ابن الشيخ عثمان. قلت له بقول لك يا معلم انا دماغي تعبانه خلقه ومش ناقصه اللخبطه بتاعت شجره العيله بتاعتكو دي. اهلا بيك يا سيدي، تشرفنا. وجه كلامه لينا احنا التلاته وقال شيخنا بيقول لكم تعالوا، مجهز لكم مكان تقعدوا فيه الفتره دي معانا. قلت له ليه بس كده يا عم، كتر خير والله. قال لي اتفضلوا معانا وهنوديكم للمكان. رحنا وراه من غير كلام لاننا فعلا ما كناش لاقيين مكان نقعد فيه، تمام، اللي هو اقرع ونزهي. خدنا لنفس الحواري ودخلنا بيت متوسط شويه وقال لنا اتفضلوا هنا بقى بيتكو ومطرحكو. ده من جمال الشيخ عثمان. اقل حاجه يقدمها للناس انضموا لجامعته. اما انا رحت اترميت على السرير ونمت ومحسيتش بنفسي، وضياء وشهاب دخلوا اوضه تانية يناموا فيها. مش عاوز اوصف لك بقى مجموعه من الكوابيس عماله تطاردني يمين وشمال بدون اي معنى، بس وقفت عند كابوس تاني او اكتشفت انها رؤيه. مش عايزه تسيبني مراتي اللي شقيت الطريق الطويل ده عشان انقذ جزء الشجره الصغير بتاع العيله اللي بدات تنمو ويظهر ابني عمرو فيها، ولا دي ممكن تكون الشيطانه ايزابيل بتخدعني بقناع مراتي للمره التانيه. بس لو دي مش مراتي وطلعت مزيفه ما كانش قلبي هيدق بالسرعه دي. دقات القلب عمرها ما تكذب. ماسكه ابني عمرو وقاعده مقرفصه في ركن في الاوضه، اضاءه حمراء صغيره في الاوضه مش مبينه غيرها هي وعمرو. هين عليا اجري واخدهم في حضني، بس افتكرت اني في حلم. نحيب العياط ماليها وهي بتطبطب على عمرو وبتطمنه اني هاجي الحقهم. واحد دخل عليهم وفي ايده طبق فيه اكل، حطه وقال لها بيني وبينك يا ساره انا لو كنت مكانك ما كنتش هتجوز واحد زي ده. لو راجلك بجد كان جه وعمل عقد وكان هياخدك واحنا كنا مشينا وسبناكو، بس الظاهر كده انه رماكو، افضل انه ينقذ حد تاني مكانك. بس متلاقيش، لو اتخلى عنك انا موجود. انا طالب مني اذيكي بس انا استحرمت اعذب واحدة بالجمال ده. قرب ايده منها حاول يلمسها لكنها زقته. لا 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 ليه بس يا سارة كده؟ ده انا بحميكي من اي حد انه يأذيكي. ماشي، انا بخاف ان حد يمد ايده عليكي بدل جوزك طارق اللي راميكي ومش مقدر الوردة اللي قطفها ورماها في الارض.
قالت له ايا كان اللي بتفكر فيه طارق ما سابنيش، طارق ما سابنيش، وفي نفس الوقت عارفه ان امثالكم الزباله مش هتسيبونا في حالنا، متاكده ان العقد اللي هتعملوه هيبوظ حياتنا ويقيدنا اكتر ما يسيبنا نعيش. انت واشباهك كلهم شبه بعض، كل واحد بيدور على اللي ذاته عايزاه. قال لها تقصدي ايه يعني؟ تقصدي اني متعاون معاهم عشان اذيكي؟ انا اتغيرت خلاص، انا ايماناتي اتغيرت تجاههم اول ما شفتك. غصبت على نفسي اعصى اللي طلبوه مني في السر عشان اوريكي قد ايه انا بوفي بمشاعري تجاهك. يا ساره انا، يا ساره، يا ساره بحبك، وعلى فكره استحق احميكي من اي واحد فيهم. انتي شاهده على الايام اللي قعدتيها هنا ما شفتيش مني حاجه وحشه خالص، صح؟ انا الايد الثالثه لايمانويل، انا الايد الثالثه لايمانويل ماركوس، وليا نفوذ كبيره، وممكن اطلب منه انه يفرج عنك واخدك ونعيش بعيد، وهتبنى ابنك وتعيشي حياه سعيده بدل تعاستك اللي هتعيشيها مع جوزك طارق اللي مش فارقه معاه اساسا، وهتتعذبه تحت حكم العقد الشيطاني. فكري كويس يا ساره وقولي لي، فكري كويس وقولي لي. كلمت ساره وقالت له انا عارفه الجمال اللي انت عملتها عشان ما تاذيش، بس اللي بتفكر فيه عمره ما هيحصل. انا ممكن اشكرك وافتكر لك الجميل ده لاخر عمري، بس مفيش حاجه هتمنعني عن حب طارق، وطارق عمره ما هيسيبني عشان حد تاني. لو عايز تعمل لي جميل فعلا اتعاون مع طارق واعمل انقلاب على ماركس ده، بس بشرط اني احب طارق بس. اتكلم وقتها ولا وانا، وانا ايه، وانا اقعد اتفرج عليكي وانتي مع واحد مش مقدرك وميضحيش بروحه عشان يلحقك؟ هو يستحق كل ده ازاي يعني؟ انا يا ساره ممكن اضحي بكل حاجه، وممكن اعمل زي ما بتقولي واتقلب على ايمانويل واضحي بمنصبي الوزاري كمان، وده هيثبت حبي ليكي كفايه. كلمت ساره وقالت له قلت لك يا انطونيوس مش هعيد كلامي تاني، ما تختارش الطريق بتاعهم وخليك معانا. ايمانويل ده مجنون وعايز يقتل كل الناس، لو جت عليك في يوم هيقتلك عادي كمان، المهم ان هو يصفي العدد بس. اتكلم انطونيوس وقال عارفه يا ساره، مع اني معاه ومؤمن بيه وبالتنظيم، بس ممكن اكفر بيهم عشانك انتي. طول الوقت بدور على امثل واحده تناسبني وما لقيتش احسن منك. طب انا ممكن اشيل وشم السبع سبعات بتاع التنظيم وابعد عنهم، وده مش كفايه عشان اكتفي بيكي كمان، بس ما تعيشيش مع واحد كذاب ظهر على حقيقته وما تهورش وان هو يلحقك باي طريقه، واستخدم منطق العقل ولقى انه من الصعب يلحقك، وتخلى عنك واكتفى بصحابه وبيقيم حياة جديدة على انه يتحمل عبئك. لو كان واحد مجنون بحبك والفيلم الرومانسي بتاعكو ده ما كانش همه اي حاجة، ودخل حتى لو هيموت بس يضحي بنفسه عشانك. اقتنعتي ولا اجيبلك دليل تاني؟ قالت له طارق طول عمره مش مجنون لانه بيفكر، ولو بيفكر اكيد مش هيختار طريق متهور وهيفكر يخرجني بطريقة وسطية، غير كده مخلص ليا جدا، فما يجيش واحد غريب زيك تقنعني بخيانته. بص يا انطونيوس، للأسف انت هتخليني اعتبرك واحد منهم واكرهك لانك بتحاول تفرقني عنه، كنت فاكرك نظيف. بدأ غضبه يزيد ويقول لها انت دماغك ناشفة. عموما يا سارة لو مش مصدقاني هجيبلك الدليل اللي يثبتلك، وبعد ما اوريكي خيانته ليكي وانه يرفض العقد ويرميكي، ساعتها هتفكري في اللي قلتلك عليه، وهحررك من ماركس وهتشكريني وهتوافقي كمان. هيرفض العقد صدقيني، وساعتها هتتعبي نفسيا شوية، بس مش هتلاقي غير اللي يحميكي، وهمنع ماركس انه يقتلك. خرج اللي اسمه انطونيوس ده، ورغم اني بحلم بس كنت حاسس ان روحي بتنقل معاه، لحد ما وصل لصالة القصر. كان قصر مش غريب عليا او قريت عنه، لانه كان فيه نقوشات كتيرة في الحيطة لرقم 7، قصر كمال. في ناحية موازية دخل ماركس القصر وقال له ايه الاخبار يا توني، لسه عايشة ولا لأ؟ عموما عايزها عايشة لأطول مدة ممكنة، مش ضامنين هو هيوافق على العقد ولا لأ. رد ماركس وقال له يا سيدنا أنا متأكد إنه مش هيقبل بالعقد، لأنه مش هيرمي نفسه كده وهيشوف له حل تاني. اتكلم ماركس وقال له حيث كده بقى لو فعلا هيعاند يبقى نخلص عليها، بس ما نستعجلش، قدامه 4 أيام، تخطى ال4 أيام دول يبقى هيدينا اشاره بقتلها، وهنحاول نحاربه او نلاقي ثغره موجوده نقتل بيها حد من صحابه، لو نفترض مثلا انه مش عامل حمايه ليهم.
استعنت بالمرافق هيصعب العملية، بس احنا والتنظيم تحت الدراسة دلوقتي في حل لفك قوة المرافق. انا ما اقدرش اعمل حماية لكل الجنود، لكن اقدر احط حماية من قوتي لحراس القصر. يعني هو هنا هنضمن سلاحنا ضده. كلم انطونيوس وقال له: بس يا سيدنا ما تقتلهاش. لو هو فعلا مش هيوافق على عقد، استسمحك تقدمها لي مكافأة في خدمة حضرتك. قال له: لا هدف غريزتك؟ كلمة قال له: هقدر اعبر يا سيدنا باني اعجبت بيها. قال له: كبيرة دي، ده طمع، بس في الحالة دي ماشي، خدها اشبع بيها، بس بعد ال4 ايام ويتحدد اذا كان هيوافق ولا لا. انا حاطط املي فيك يا توني. ويمسك تنظيم ال7 سبعات وجهزهم في الاحتياطات لو اتعرضنا لأي حاجة. ميعاد قرب، قرب جدا كمان، عايزين نخلص خدمتنا العظيمة ونطبق القانون لحد ما يحين الميعاد. اتكلم وقال له: اللي تؤمر بيه يا سيدنا. صحيت من نومي، اللي كان رؤية لحاجات كتيرة حصلت وهتحصل، وده زود غضبي وتعطشي للدم. كل واحد فيهم بما فيهم أنطونيوس ده مش هرحم ولا واحد، مش هسمح لأي حد يلمس سارة. أنا ما انسحبتش ولا سبتها، بس أنا عايز ألاقي الحل الأمثل إني أتخلص منهم وأحررها. ومن إمتى أثق في أعداء وأعمل عقد معاهم ويحررونا بالساهل يعني؟ قمت لبست هدومي بسرعة، وضياء وشهاب كانوا نايمين، سبتهم ونزلت جاري أتأكد من حاجة. مشيت في القرية وأنا متأكد إن المكان ده اللي فيه كل حاجة، واللي حسبته طلع صح. قصر بتاع كمال عليه كتير من حراس إيمانويل، كلهم متنوعين برتب وشارات ومنظمات، بس أبرزهم واحد باين إن هو بيرأس الحرس كله والقصر كمان. بيني وبين مراتي وسمير صاحبنا وعائلتنا كلها مجرد باب قصر وشوية الحرس دول. لو اقدر اقتلهم كلهم وادخل الحقها مش اتأخر، بس مانويل مش غبي لدرجة انه يسيب الحرس دول كلهم من غير تحويطة من المرافق او حماية متعددة، بحيث انه يبقى المرافق بيحمي اعداد كبيرة بنفس الوقت، بينما هو في الاصل موجود في جسم واحد بس بيتحكم فيه. الحب بيعمي اي حاجة في سبيل انك تحميه وتحافظ على رابطته، بس انا كنت شبه الكفون ومقطوعة ومجبر اني مقفلش عيني. حتى لو طلعت من حرب بعين واحدة هحارب بيها واستخدم العقل والذكاء، وإلا مش هوصل. الشخص اللي كان راس كبيرة لحماية القصر كان شخص موشوم على رقبته نفس السلم، لكن باختلاف ان الرقم كان موشوم على الدرجة التانية من السلم. افتكرت كلام اللي اسمه أنطونيوس ده لما قال ان الايد التالتة لماركوس، فيما معناه ان في 2 كمان من مساعدينه او اكتر، وده واحد منهم. بس السلم كان فيه 3 درجات، وكل درجة ليها رتبة لمساعد من مساعدين ماركوس، والدرجة الأولى هي الدرجة للقائد نفسه أو الوالي الحالي للتنظيم اللي هو ماركوس. بصلي وأول ما لمحني عرفني، قرب مني وقال لي: طارق ازيك، مرحب بيك في القرية بتاعتنا، يا ريت نكون استقبلناك استقبال كويس وعجبتك الضيافة دي. قلت له: قريتكوا. طيب أنا ليا هنا حد جاي عشان اخده، واكيد ماركوس قالك. اتكلم وقال لي: هو فعلا قال لي، بس الاتفاق سلم تستلم على مقولاتكم الشعبية يعني. باقي 3 ايام والعقد يخلص، قرر براحتك يا طارق، بس التأخير مش في صالحك. قلت له: مفيش مشكلة، هفكر ونعمل العقد مع بعضينا وهيعجبكم جدا. قال لي: يعجبني انا بقى الشخص المتفاهم. بيني وبينك سير ماركوس لو أخد العقد بالموافقة منك هيخليكوا من ضمن علية القوم في المجتمع الجديد، وهيضمن لكوا حياة من غير مشاكل كمان. كان صوته عالي جدا زي ما يكون عايز يسمع الجنود من حواليه إنه هو مسيطر هنا. قرب من ودني وقال لي: طارق، ارفض العقد واهرب. لو عايز تحافظ على عيلتك ارفض العقد، وانا هرفع لك التحويطة على مراتك وابنك وعائلات صحابك. التحويطة دي في ايد ماركوس، لو رفضت العقد هيرفع التحويطة عنها عشان يقتلها. ساعتها استدعي المرافق بتاعك واحميها انت بعد ما يتفك التعويذة من عليها، وانا هساعدك. انا عايز اهرب منه، مش هستحمل اعيش تحت سلطته كتير.
منها ولا هيتنفذ العقد فيك لانك رفضته، وهتعيش مع عيلتك بسلام وايدنا في ايد بعض. قلت له كلامك صح، كلامك صح، مهما كان لازم اعمل المستحيل عشان ما كنش حياة تحت ظل عقد. بس انت متأكد من كلامك ده؟ قال لي بص على صوابعي كده. بصيت على صوابعه كان في دبلة ذهب في ايده. قال لي مراتي اللي ماتت وكان هو السبب في موتها، عرض عليا اني انضم له وهعيش ملك بدل ما اموت من التطهير اللي هو بيعمله، ومن ساعتها وانا عايش تحت الغيوم اللي كونها العقد معاه، بندم وبتعذب كل لحظة عشانها. ارفض العقد يا طارق وانا هبقى اساعدك. لف وشه وراح يكمل حراسته للقصر. انا سبته ومشيت عشان ما كانش ينفع اكذب على نفسي اكتر من كده، بس ما اعتقدش اني هكذب قوي، او بمعنى اصح كدبه بيضة. انا عارف انه بيكذب وبيعمل كل ده عشان يوقعني وياخد مراتي، هو ما يعرفش اني شفت الرؤيه دي. مسيره يقع في ايدي هو كمان، وانا ماشي وببص بص اخيره للقصر، وانا بتوعد له ان هيجي اليوم اللي اقتحمه وادمر كل جزء فيه وانفس عن غضبي اخيرا. يا ريت الاحلام والكوابيس دي تنتهي واشوفها في الحقيقه قدام جسمها. كان واحد بيبص لي من بعيد، جه جري عليا وقال لي طارق باشا انت ايه اللي قربك من قصر كمال يا طارق باشا؟ عايز تودي نفسك في داهيه؟ قلت له مين؟ معز؟ ايه يا جدع انت مراقبني في كل خطوه امشيها ولا ايه؟ قال لي لا يا طارق باشا، انا شفتك بالصدفه، انا مدرك ان حضرتك رايح عشان تتاكد من وجود مراتك، ما تقلقش هي اكيد موجوده وبخير، احنا بس نعمل اللي علينا ونتبع الشيخ عثمان والجماعه ونوحد شعب القريه وهنقدر عليهم. قلت له انا خايف اعمل غلطه تسبب فيها بموت مراتي وابني، عشان كده لازم ناخد حذرنا في كل خطوه ما نتهورش، لو حد عرف ان احنا في تنظيم يا معاذ هيقتلهم كلهم. قال لي ما تخافش يا باشا، احنا عارفين بنعمل ايه كويس قوي، اجتماع الساعه 8 هنبدا بسرد ونحط كل بياناتنا ونخطط، وبعون الله هنلاقي حل غير العقد ده. مر ساعه وساعتين يمكن اكتر كمان، لحد ما الشمس اختفت على اساس وجودها كان عامل نور في القرية مثلا. يعني صارون كان بيكلمني بعد فترة طويلة، ما كانش بيتكلم، كنا بنتكلم كصحاب مش كيان وجنسين مختلفين وكل ده. كنت بشغل نفسي او بشغل نفسي لحد الساعة 8، وكنت بتناقش انا وشهاب وضياء وكل واحد بيقول رأي، بس اكتفينا بان احنا نفرخ كل ده وقت الاجتماع. وجت الساعة 8، خرجنا كلنا وما كانش حد من التنظيم حوالينا ولا كانوا ملاحظين. دخلنا وقابلنا الشيخ عثمان اللي كان قاعد وحواليه الجماعة كلهم. الشيخ عثمان اتكلم وقال اتفضلوا عضو، الدنيا امان يا سعد؟ سعد اتكلم وقال له اه يا شيخنا، جنود الصليب الوردي راحوا الجهة الشمالية في قصر كمال وتنظيم عين حورس في الجنوب، هم عموما مش بيهتموا بمراقبة الحارات وده الاختيار المناسب للجماعة. اتكلم الشيخ عثمان وقال له احنا كجماعة القرية اللي عايزة تستقل بشعبها، مش مجرد تحقيقنا للاستقلال هيحقق رغبتنا بدي، بس هيساعدنا في مدنا بالقوة والشجاعة اللي تخلينا نحرر البلد كلها ويمكن العالم لو قدرنا، وده يشجعنا كمان ان احنا نضم اعداد اكتر في تنظيمنا، وترجمة كده قوة اكبر ومكتبة معلوماتية اعمق نقدر نتبادل فيها معلوماتنا السرية تجاههم. دلوقتي بعد ما كنا 10 مليار بني ادم قلينا بقينا 9، ورغم كده عايزين نحمي العدد ده بأي طريقة قبل إتمام البروتوكول، وفي خلال السنين القليلة دي عايزينهم يقلوا ال4 مليار بس. كلم واحد منهم كان اسمه زياد وهو أخو سعد، وقال أنا شفت امبارح تنظيم الدم والعظم، كم فرد منهم بيحطوا على أطراف القرية حاجة ملهاش مسمى أكبر من إنها قطعة حديدة مستطيلة مصنوعة من الحديد أو ألمنيوم أو معدن غريب. أنا مش أفهم في المعادن قوي يعني، بس دي حاجة غريبة ومش مفهومة بالظبط. طولها كان في حدود 3 أو 4 أمتار كده. شهاب بدأ يتكلم ويركز ورد وقال كلامك وصفه قريب لحاجة شفتها في صحراء الربع الخالي وقت ما لقيت الكتاب التاني. عايز تقول انك لقيت حاجة شبه قطعة مستطيل معدني ولامع ملهوش اي معنى او اهمية؟ رد زياد وقال له اه فعلا. شيخ عثمان بره وقال لهم مستحيل، هم انتهوا من العمل على السلاح ده؟ قلت له تقصد ايه يا شيخ عثمان؟ سلاح ايه معلش انا تهت. رد الشيخ عثمان وقال لي ابراج الـ6G، 10 سنين وهم شغالين على السلاح ده، والبروتوكول المزعوم بانه البروتوكول العظيم اللي هيسمح لهم بفتح بوابة زمنية للابعاد التانية.
ده مش خيال، ده حقيقة فعلا. نوع الذبذبات والموجات وطريقة استخراجها من أبراج الـ6G أو الـ6G بتتشتت الموجات اللي موجودة في الطبيعة، أو بمعنى تاني بتفتت الموجات الطبيعية وبتخليها تندفع أسرع من الضوء بحسب نظرية أينشتاين. النظرية بتقول إن لو الإنسان مشى بسرعة أسرع من الضوء هيبقى فيه احتمالية إنه يرجع بالزمن أو يدخل في بعد تاني موازي لبعدنا. طبعا مفيش مخطط احسن من كده، انهم مش كفاية يغيروا في تعداد السكان وفي حياتهم، لا دول عايزين يرجعوا بالزمن ويعدلوا فيه ويرجعوا لزمن قبل الديانات ويغسلوا عقول الناس ويقنعوهم بتنبؤات، والتنبؤات دي لو اتحققت يبقى المعتقد الشيطاني ده الاحق، ويجمعوا عدد كبير ويضمنوا نجاحهم. هم ميقدروش يخلوا البشر يمشوا بسرعة اعلى من الضوء، لكن يقدروا يخلوا الموجات اللي حواليهم تمشي بسرعة اعلى من الضوء بس في اتجاه معاكس. كنت مفكر ان عقلهم ده من الصعب يوصلوا للخيال ده، بس عقولهم المتحكمة في الشياطين قدروا ينفذوا المخطط ده. وصفك للصندوق الفولاذي الصنع ده، واللي هو حاجة تبان عادية ومجرد مستطيل فولاذي، لكن في الحقيقة هو متزود بتكنولوجيا حديثة جدا. احنا كأهل قرية وناس قرويين او جبليين مش هنعرف التكنولوجيا دي. على حسب معلوماتي اللي بتوصلني، ان المستطيلات الفولاذية دي بتتحط في اماكن غريبة وبعيدة عن متناول البشر، وفي صحاري واماكن غريبة. قلت له انا وقتها غريب فعلا، يعني شاب بيقول انه شاف مستطيل قبل كده من دول موجود في صحراء الربع الخالي، ودلوقتي هم بيبنوا ابراج مستطيلة الشكل على اطراف القرية مش جوه القرية. هم عارفين ان محدش هيعرف يوصل بره القرية، عشان كده بنوها على الاطراف او بره حدود القرية. ده ايه الثقة دي؟ غريبة برضو، انا طول عمري عايش في المدن والاحياء المتطورة، ما عمري شفت تطور للدرجة دي. اكيد مش سنتين غبتهم يعملوا كل ده، احنا حضارة بقالنا الاف السنين. يعني اتكلم دي وقال لي مش محتاجة ذكاء، تجارب سرية، متوقع انك تعرف عن تطورها ازاي. يعني الاف الاختراعات اكيد ما نعرفش عنها اي حاجة بسبب انها سرية وبتتعمل من تنظيمات واماكن سرية، وبعض الحكومات عارفة كده ومخبية. ايه عايز ايه تاني؟ احنا كبشر مفكرين ان اي حاجة عارفينها هي كل حاجة والواقع، لكن الحقيقة ان مش كل حاجة عارفينها صح، وفي نفس الوقت مش اي حاجة احنا بنجهلها غير موجودة. اي يعني ان اكيد مخنا مغسول بحاجات كتير، وفي اسرار كتير غير معلومة لينا ولا هتتاح للكل لانها سرية، والسرية هي عنوان لكل حدث بيحصل متخطط بالميعاد. افتكرت كل حاجة، افتكرت جاري اللي كنت بشوفه واختفى فجأة. هل ممكن ده يكون من بعد تاني؟ هل كل اللي كان بيحصل لي وبيحصل للناس كلها من فقدان الذكريات والزهايمر من الخلل في الأبعاد والأزمنة اللي هما سببوها؟ سمير اللي اتمحى فجأة من ذاكرتنا واتخطف واحنا مش واخدين بالنا ده، والحيرة اللي انتابتنا وازاي قدروا يعملوا كل ده؟ أبراج الـ6G والموجات اللي بترسلها بدل ما تحقق رغبتهم في السفر عبر الزمن بوظت الأبعاد الزمنية كلها؟ وممكن العالم كله ينهار بالتعديل على الطبيعة اللي بيعملوه؟ شهاب صاح في الجماعة وقال لهم، وليه ما تكونش الأبراج دي تفتح البوابة بين عالم الشياطين والجن والكائنات التانية عشان تساعدهم؟ رد الشيخ عثمان وقال له، جايز، ممكن كل حاجة يا ابني، كل دي خيوط بنربطها يمكن نوصل لأي حاجة. واحد تاني اتكلم وكان معتز ابن عم سعد وقال، ايه رأيك يا مولانا نحط طريقة ندمر بيها الأبراج دي؟ اتكلم الشيخ عثمان وقال له، يا ابني انت متخلف، ما لو دمرنا هيعرفوا هينسفونا كلنا من غير تفكير، غير كده مش ضامنين لو دمرناها الحال هيرجع مظبوط ولا الطبيعة هتختل أكتر، احنا مش علماء ولا مختصين علشان نعرف. اتكلم طارق وقال، على ما اعتقد تدميرها برضه مش هيبقى الحل، احنا نسيب الابراج دي كلها ونسيبهم يعملوا اللي يعملوه بس نراقبهم. غير كده انا متكلف دلوقتي بقرار اوافق على العقد او ارفضه، واللي هحدد مصير عيلتي وعيلة كل واحد مقصور فيكو. وقف الشيخ عثمان وقرب مني وشوشني وقال لي، فكر كويس في الاختيار، لو هتوافق عشان عيلتك تعيش وافق، بعدين نفكر نعمل ايه. قلت له، احنا مش محتاجين نفكر يا مولانا، انا حددت قراري وفكرت خلاص، او بمعنى اصح جالي مساعدة داخلية، مش مهم هفهمكم بعدين بعد قرار العهد. اتكلم وقال لي، انا واثق فيك، احنا معاكم مش هنسيبك. قلت له، تعيش يا مولانا، عموما هشرب معاكم كوباية شاي واتكل على الله. قال لي، براحتك يا طارق.
رحت قعدت اتكلمت مع ضياء اللي كان قاعد بيلعب في سلسلة كان لابسها في رقبته من ساعة ما عرفته. كانت تفصيلة مش مهمة بس جه الوقت اني اذكرها. قلت له شافك مهتم قوي بالعقد اللي انت لابسه ده. قال لي طبعا بنتي الصغيرة هي ومراتي عملوه وعطوني العقد ده تذكار ليا، وانا بحكم ان ده تذكار ثمين عندي لازم اهتم بوجوده لانه اقرب حاجة لريحتهم. على كده بقى معكش تذكار انت كمان من مراتك وابنك الصغير؟ قلت له لا ما عنديش اي حاجة ليهم للأسف، مفيش تذكار ابدا يقدر يعوض وجودهم. ابني المولود اللي انا اصلا مش عارف هو عايش ازاي او بيعملوه ازاي. قال لي ما تقلقش هم بامان اكيد، مش بيتعذبوا زي ما انت فاكر، عذاب نفسي اكيد لكن الجسد محدش بيقدر يقرب منهم واحنا معانا اللي يهدهم. قلت له عشان كده ده السلاح اللي هحارب بيه واتنازل عنه في نفس الوقت، يمكن هتفهم الكلام ده بعدين. مر ساعتين وانا بتكلم مع ضياء ونسيت الميعاد اللي انا محدده. قمت واستأذنت وسبتهم متجمعين بينما انا رايح معادي الساعة 10 على القهوة. طبعا عارف انا رايح فين، الساعة 10 وعلى القهوة لمين؟ نفس الميعاد اللي قال لي ان هو موجود فيه كل يوم بتاعت وسط القرية. قراري برفض العقدة وقبوله هيحدد انا هتعذب من انهي جانب، اقبل او اسيب الناس كلها تموت عشان مراتي وابني يعيشوا، يمكن مضمنش يعيشوا، او ارفض وانا متأكد انهم هيموتوا واستخدم الكتاب ونموت كلنا مع بعض في مركب واحدة. بره من القهوة وشايفه قاعد بيدخن بيبصلي وبيضحك زي ما يكون عارف اني رايح له. النسل الشيطاني، إيمانويل ماركس، والوالي الحاضر للنظام العالمي الجديد. يطبع.